لماذا في هذا التوقيت أستاذ مصطفى يتم ضرب مطار حلب بعد ضربة كانت في 6 مارس قد أخرجت المطار عن الخدمة؟ لماذا الآن؟ نعم، تأتي تلك الضربة استمراراً للاستراتيجية الإسرائيلية المتمثلة بجز العشب في الداخل السوري، وذلك من خلال استهداف فائض القوى الإيرانية، وذلك أيضاً بناء على المعلومات التي تم رصدها ما بين كل من الجانبين أمريكا والإسرائيلي. وهنا أتحدث عن طائرات الأوكس الأمريكية التي تمت من خلالها رصد تحرك طائرة اليوشن 76 من الأراضي الإيرانية وصولا إلى الأراضي العراقية ومن ثم باتجاه الأراضي السورية، علما بأن مسار الطائرة كان قبل الحدود السورية العراقية كان يتجه صوب دمشق، لكن عمليا هي اتجهت مباشرة باتجاه مطار حلب، يعني استخدمت نوع من الإعماء على ما يبدو، وغاية الغاية منها هي تشتيت الهدف. لكن عمليا بالنسبة للتفاعلات، أعتقد بأن بناء على المعلومات التي تم رصدها تم الاستهداف بشكل مباشر. إضافة لكل ذلك، فالسرب 122 حشون إيتام وحشون شافيت كان يرصد الأجواء منذ ليلة البارحة، يعني منذ قرابة الساعة 11 وحتى 12 كان هنالك رصد لتحركات حول مطار حلب الدولي وكذلك أيضا مطار النيرب. مسار العمليات الرصد التي تمت في الليلة البارحة كانت انطلاقا من المنطقة الجنوبية من سوريا واتجاه المنطقة الوسطى ومنها إلى الساحلية إضافة إلى الشمالية، وبالتالي نحن نتحدث عن رصد مستمر من قبل الجانب الإسرائيلي لتحركات الميليشيات الإيرانية التي بموجبها حدد أن هنالك هدف على ما يبدو هدف كبير، وبناء عليه تمت تلك الغارة. لكن عمليا بعد هبوط تلك الطائرة بفترة زمنية محدودة تم تحرك داخل المطار وبناء عليه تم الاستهداف، وبالتالي ما زلنا نتحدث عن عملية استهداف والاستهداف المضاد. المطار أخرج عن الخدمة بشكل شبه كامل، واليوم يعمل على إجراء إصلاحات لهذا المطار. نعم. لكن عمليا المتضرر الوحيد هو البنية التحتية السورية في ظل استمرار العنجهية الفارسية باتجاه منطقة الشرق الأوسط وتحرك تلك الأذرع. واضح. رغم أن هنالك تفاهمات على ما يبدو دولية من أجل تخفيض التوتر ما بين كل من الأذرع الولائية مع الحكومات العربية أو المشروع الإيراني بشكل عام في المنطقة العربية.